هلا عبد العزيز صار معنا، فبدنا نقول له مرحبا عبد العزيز، كيفك؟ اهلا وسهلا فيك، مساكم الله بالخير. يمسيك بالخير. اول شيء مبروك على نجاح الاغنيه، واللي من خلالها عم ترجع عن جد تعيد نجاحاتك مع فهد المساعد اللي سبق وتعاونت معه باغنيه القمر باكر قبل سنتين. خبرنا عن كواليس هذا التعاون الجديد والناجح مع فهد. حبيبي الله يبارك فيك. بصراحه انا الحمد لله مبسوط كثير بنجاح العمل. للامانه ما توقعت انه ينجح النجاح الكبير هذا، لكن الحمد لله حبوه الناس كثير، جت ردود افعال اسعدتني الحقيقه. وفهد المساعد شاعر قريب من قلوب الناس، كلمته قريبه من مشاعر الناس، فيستاهل هالنجاح. وانت كمان اكيد برضو حاب اقول لك الف مبروك مره تانية عبد العزيز. وعايز اكلمك على القمر باكر، كانت برضو من الحانك زي اغنيه مشتاق، فليه معظم اغانيك، انا كنت بتكلم من شويه انا وصبحي معاك انه معظم اغانيك من الحانك، هل ممكن احنا بعدين كمان نشوفك مثلا بتتعاون مع ملحنين تانيين، ولا ايه اللي بيحصل معاك؟ بالعكس، اكيد انا كثير احب اتعاون مع اي ملحن عنده جمله تناسبني. بالعكس يشرفني كثير، وابدا مش معناته اني الحن لنفسي انه انا ما اقبل من غيري، بالعكس انا الحن لنفسي والحن لغيري واغني من الحاني ومن الحان غيري، ما عندي يعني ما عندي مشكله مع هذا. ممتاز. وان شاء الله الجاي في عندي عمل قريب مع اخوي الملحن راكان وكلمات الشاعر قوس. حلو. فيرى النور قريب ان شاء الله وتستمتعوا فيه ويعجبكم. يلا. طيب عبد العزيز، هلا بما انك معنا نشرت مقطع على تويتر عم تحكي فيه عن تعاون قادم بينك وبين عايض، فبدي تخبرنا. نعم. عن هالتعاون. نعم. عايض عنده ألبوم ان شاء الله بينزل في الشهور القادمه ان شاء الله. والألبوم كبير، انا ما عندي تفاصيل كثيره عن العمل للامانه، بس عن لحني مع ألبوم أتكلم أخوي الشاعر عبد الله الوعلان، وألحاني وتوزيع المايسترو الكبير خالد عز اللي أنا أحبه شخصيا وأحب أقدم له تحية عن طريقكم، يستاهل المايسترو. أكيد طبعا، كل التحيات لي. طيب عايز أتكلم معك على على فكرة إذا تسمحين لي، أنا في الاستديو مع فهد العمري. أوكي. عندي لحن برضو من كلمات أخوي الشاعر محمد الغرير وألحاني، حينزل هذا قريب ان شاء الله حتى اقرب من عمل عايض. طب نسمع منه حاجه؟ ليك بما انك هلا طماع. انت بالاستديو صح؟ اي جنب مهندس الصوت؟ انا برا، لانه لو دخلت جوا حيقطع الصوت عشان كذا. اوكي. يعني واقف في البرد عشان بكره معناتها بس يجهز، ابعث لنا 20 ثانيه منه نعرضهم. حاضر حبيب قلبي، تامر الامر ويشرفني. طيب عبد العزيز، بعد النجاح الكبير اللي حققته كمان اغنيه حاجات، هي حققت تقريبا 18 مليون مشاهده، فعايز اعرف هل هيكون في تعاون جديد مع الشاعر سعيد بن مانع؟ والله للامانه يعني اكيد احب انه يكون لي تعاون مع اخوي الشاعر سعيد، انا احبه كثير واحب كلامه القريب من القلب للامانه. وفي اعمال كثير حتكون ان شاء الله مع الشاعر سعيد، سواء انا اغنيها او فنانين خليجيين او عرب، يعني باذن الله تعالى في افكار، لكن ما في شيء اقدر اصرح فيه، لكن ان شاء الله قريب حتسمعون اخبار عن تعاون بيني وبين الشاعر سعيد. الله يا رب. طيب خليني اسالك، بما انه ما شفتك بجوي اووردز، انت كنت ضمن المرشحين لجائزه الوجه الجديد المفضل على فئه الموسيقى بالمهرجان الاسبوع الماضي بالرياض، خبرنا قديش عنالك انه انت عن جد ترشحت وهذا الترشيح كان طالع من الجمهور، وشو رايك بالحفل بشكل عام؟ اول شيء الرياض الحمد لله اصبحت اليوم واجهه ثقافيه فنية عظيمة للأمانة، نورت الرياض ذاك اليوم، عدد الفنانين والأساتذة والرياضيين والنخبويين يعني في كل المجالات حضروا، كان شيء صراحة يثلج الصدر وأحب أشوفه في الرياض. ويعني أول مرة أحس أني أحضر حفل كبير لهالدرجة هذه، وأرجع في الليل وأنام في بيتي في الرياض، ما أحتاج أركب طيارة ولا، فهذا الحالة شيء عظيم. الشيء الثاني والأهم أني
أشكر الناس اللي رشحوني أني أكون من ضمن من يستحق هذه الجائزة. مجرد ترشيحي لها بالنسبة لي فوز الحمد لله. احنا بنبارك لك طبعا جدا وإن شاء الله يعني في الترشيحات الجاية أكون أنا الفائز إن شاء الله. وتستاهل أختي زينة عماد النجاح، الله يوفقها ويوفق الجميع يا رب.